أخوان المناظرين الوطنيين. ذكرت وكالة الأنباء الأنغولية أن أحكاماً بالإعدام قد صدرت ضد 18 من أعضاء جبهة موريكا المعادية للنظام الثوري في أنغولا. وقالت الوكالة إن هؤلاء المتهمين الذين كانوا من بين 40 شخصاً قد مثلوا أمام المحكمة الثورية في إغوان في وسط أنغولا، وقد أدينوا بالاشتراك في حملة اعتداءات ووضع قنابل في منشآت عامة ومباني حكومية، كما أدينوا أيضاً بالتعاون مع قوات النظام العنصري في جنوب إفريقيا التي أغارت على قواعد الجبهة الشعبية لتحرير ناميبيا سوابو داخل الأراضي الأنغولية. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أرملة ذو الفقار علي بوتو قد وضعت تحت الإقامة الجبرية اليوم. وأضافت الوكالة أن ابنة بوتو قد اختفت هي الأخرى خوفا من اعتقالها بعد أن بدأت حملة اعتقالات بين صفوف أعضاء حزب الشعب الباكستاني المحبور. وتأتي هذه الإجراءات على إثر إعلان مختطفي الطائرة الباكستانية بأنهم ينتمون لمنظمة تسمى منظمة آل بالبقار. وافق مختطفو الطائرة الباكستانية الجاثمة في مطار كابول، وافقوا على تمديد مهلة الإنذار حتى الساعة 11:30 ظهر اليوم لتوقيت الجماهيرية لإعطاء السلطة الباكستانية فرصة للتفكير في أمر مطالبهم مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين داخل الطائرة. هذا وأعلن رسميا في إسلام آباد اليوم أن الحكومة الباكستانية قررت إطلاق سراح 15 من بين 92 شخصا الذين يطالب مختطفو الطائرة بالإفراج عنهم لكي يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين داخل الطائرة. وكان مختطفو الطائرة قد ارتدوا بنفسها إذا لم تستجب الحكومة الباكستانية لمطالبهم بشأن إطلاق سراح 92 من المسجونين السياسيين. ختاما لنشرتنا هذه إليكم أيها الإخوة إعادة لأهم ما ورد فيها من أخبار. تلقى الأخ القائد برقية من المشاركين في ندوة سلطة الشعب التي نظمتها جمعية الصداقة الفرنسية الليبية. اجتمع المقدم مصطفى الخربوبي صباح اليوم بالدكتور عبد الرؤوف الحسن رئيس مجلس الوزراء السوري. اجتماعات لجنة متابعة الخطوات الوحدوية بين الجماهيرية وسوريا بدأت ظهر اليوم بمقر مجلس الوزراء السوري. شهدت المدن السورية سلسلة من الاحتفالات بمناسبة الذكرى 18 لثورة مارس. واصلت الدورة العادية 9 لمؤتمر العمل العربي، واصلت أعمالها اليوم بجامعة داريونس ببنغازي. بعث العاملون السودانيون في الجماهيرية ببرقية إلى حاكم السودان. أكد وزير الإعلام الموريتاني اعتراف بلاده بجبهة البوليزاريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي. أحكام بالإعدام على 18 من أعضاء يوريتا المعادية للنظام الثوري في أنغولا تصدر اليوم. إلى هنا أيها الإخوة تكاملت نشرة الأخبار، قدمناها لكم من صوت الوطن العربي، صوت الثورة الشعبية، ثورة الغد. صوت الوطن العربي، صوت الثورة الشعبية، ثورة الغد.
الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أرض الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أبرزت صحيفة الفجر الجديد في عليها اليوم العناوين التالية: القائد يلتقي باللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي ويجري بجملة من الملاحظات الهامة لإدارة السبيل أمام تحقيق أهداف خطة التحول. القائد يتلقى برقيتين من اتحاد الديمقراطيين المغاربة واللجنة الثورية الأمريكية.